شركة هيونداي كوريا تسعى لتنمية المبيعات في الإمارات، خاصة إمارة دبي، ولذلك استعانت بأحد الفرق المملوكة للشركة في كوريا الجنوبية للإعلان لها في دبي. نذهب لنتابع مجموعة من اللقاءات مع المدير الفني ونجم فريق جيونبوك هيونداي الكوري. شركة هيونداي المالكة للنادي اختارت دبي للإعداد للموسم الجديد لأغراض تسويقية، حيث ترغب الشركة في التسويق في دبي عن طريق الفريق، بالإضافة إلى ما تتمتع به دبي من ظروف مناخية رائعة في هذه الفترة من العام. ملكية الشركات الكبرى للفرق الكورية الجنوبية تمنحنا استثمارات كبيرة وفرصة رائعة للتطور الرياضي، لأن الشركات تفيد الأندية بخبراتها التسويقية والمالية، ما يجعلنا نتقدم على صعيد الرياضة في آسيا. لعبت في أوروبا لعدة سنوات في الدوري الإنجليزي والألماني، ولكني أشعر بالراحة في الدوري الكوري، حيث التنظيم أكبر على مستوى الفريق ككل، بالإضافة إلى ملكية الشركات الكورية الكبرى مثل هيونداي التي تمنحنا الثقة أكثر في فرص التطور والفوز بالبطولات الأسيوية.